الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد، بينما انخفضت في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 146,950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد. أما في أربيل بكردستان العراق فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 146,500 دينار لكل 100 دولار. ارتفع سعر خام البصرة الخبيب بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، بينما انخفض سعر الخام الثقيل لنفط البصرة. وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75 دولارا و6 سنتات للبرميل بارتفاع بلغ نسبته، بينما انخفض الثقيل إلى 70 دولارا و41 سنتا للبرميل. وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالعروض الأخرى لدول منظمة أوبك. وارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء ليبلغ خام برنت 74 دولارا و47 سنتا للبرميل الواحد. شهدت محطات الوقود في لبنان ازدحاما كبيرا ووقوفا لطوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة خزاناتها بالبنزين، بينما كانت غالبية المحطات مقفلة بانتظار بدء سريان القرار الجديد باستيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار لمدة 3 أشهر. وكان مصرف لبنان يدعم دولار استيراد المحروقات عند سعر 1500 ليرة وسط ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 17,000 ليرة، إلى أن صدر قرار بزيادة دولار المحروقات إلى 3900 ليرة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود للمستهلكين. وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا مع بدء سريان التسعيرة الجديدة ليلامس سعر صفيحة البنزين 40 دولارا وفق السعر الرسمي، وذلك في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور عند 675 ألف ليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 100%. قال البنك المركزي المصري إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع بنسبة 82% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي الذي ينتهي الخميس، وبلغ العجز وفقا للبنك نحو 13 مليار و300 مليون دولار في الفترة من تموز عام 2020 حتى أذار عام 2021، بعد أن كان 7 مليارات و300 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة وسط تراجع حاد في إيرادات السياحة. وتبدأ السنة المالية في مصر أول تموز من كل عام وتنتهي في آخر حزيران من العام المقبل. رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام من 8.1% إلى 8.5%، قائلاً إن التعافي الكامل يتطلب إحراز تقدم في التطعيمات ضد فيروس كورونا. وبحسب تقرير للبنك الدولي فإن اقتصاد الصين هو أول اقتصاد رئيس يتعافى من الوباء، مع عودة نشاط المصانع والمستهلكين إلى مستويات ما قبل تفشي المرض، على الرغم من إعادة فرض السلطات ضوابط السفر في بعض المناطق لمواجهة تفشي أنواع جديدة من الفيروس. وتوقع البنك الدولي انخفاض النمو الاقتصادي الصيني إلى 5.4% العام المقبل، مع تضاؤل الانتعاش من الركود التاريخي الذي شهده العالم العام الماضي وعودة النشاط إلى طبيعته. إلى اللقاء.